صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على جماهير واعضاء نادي الاهلي العظام. يا رب دايما يمتعكم بصحه وسلامه يا رب. طبعا النهارده مستغربين اللي بكلمكم النهارده تقرير عن الرياضه وانا قاعد على الكرسي. ايوه النهارده بقدم لكم حاجه جديده شويه طلبت مني الفتره اللي فاتت، وهي كابتن محمود ايه هي التمرين اللي ممكن اعملها في البيت كمان لكبار السن. فانا النهارده جبت لكم طبعا كابتن محمود شومان معايا من قدامى لاعيب الجيم عندنا ومن قدامى اعضاء النادي الاهلي. طبعا اعتز بيه ان هو النهارده شاركني للحلقه وشرف ليا طبعا قبل اي شيء. تعالوا ناخد ايه التمرين اللي ممكن نعملها على الكرسي. طبعا عشان بمناسبه احنا بنتكلم على كبار السن، فبالتالي كبير السن هيبقى قليل الحركه، الحركه بتاعته بتبقى صعبه الى حد ما، فبالتالي بيبقى عنده هوس ان انا لا مش هعرف العب رياضه لان انا كبرت السن خلاص، فانا مش هعرف اتحرك اعمل الكلام دوت وانا قاعد. فلا انا النهارده جبت له تمارين بسيطه جدا ومهمه جدا في نفس الوقت، ممكن يعملها على الكرسي وممكن يستخدم ازايز ميه من عنده من البيت، مفيش اي مشكله، بل بالعكس نتائجها مبهره جدا وجميله جدا على جسمه. اولا هتخلي الاداء الحركي بتاعه احسن الى حد ما، جهاز الدوري التنفسي بتاعه احسن الى لحد ما، في نفس الوقت لو هو مش قادر ينزل الجيم يبقى انا جبت له الجيم لحد البيت عنده. تعال النهارده نتكلم على جزء من التمارين دي. طبعا الكابتن محمود هيشاركنا النهارده. طبعا حبيبي تسلم لي، انت منور الحلقه النهارده. نبدا النهارده كابتن محمود كده، احط الازازتين على ركبتي، مشط رجلي قدام تحت ركبتي بالظبط، واعمل تمرين الكالت اللي هو السمانه. واحد، اقف على مشط رجلي ثانيتين وانزل تاني. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هنعد لحد 20 يا جماعة. أي تمرين هنعمله النهاردة هيبقى 20 عدة في ثلاث كام؟ في ثلاث مجموعات. طيب إيه التمرين التاني؟ أحاول أنزل طبعا الإزازة كابتن محمود وأحاول أفرد ركبتي من على الأرض لقدام. واحد، مش رجلي عليا، أثبت ثانيتين وأنزل. اثنين، بشتغل العضلات الأمامية. ثلاثة، وشد بطني طبعا وافرد ظهري. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. بعد كده أطلع على عضلة البطن بس طبعا ظهري، أستريح عادي خالص، بطلع يدوك بركبتي بس فوق سنة زي ما أنا شغال كده. واحد، وانزل تاني المس الارض. اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه، تسعه، عشره، واعد لحد 20 عدد. طيب ارجع تاني امسك الازاز بتاعتي اضمهم على بعض واعمل تمرين لرجلي كلها بسيط جدا. انا دوبك بطلع بقف وبنزل تاني فرد ظهري وشاد بطني. انزل معايا كابتن محمود، يلا يلا. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. اوكي، تمارين تاني لعضله الكتف هناخده بازاز الميه برضو. يلا، رجليا قدام، شدت بطني، فرد ظهري. يلا، واحد، اتنين، باص قدامي، تلاته، اربعه، خمسه، احاول افتح كتفي، سته، سبعه، تمانيه، تسعه، عشر. اوكي، اطلع قدام شويه اشد بطني، هعمل تمرين بايسبس. واحد، اثنين، شغالين مع بعض. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. التمرين اللي بعده أشتغل برضو لعضلة الكتف. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، واحدة واحدة، اشتغل واحدة واحدة ما تسرعش. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أضم الإزازتين كده ورا راسي وأضم كوعي. واحد، ده اشتغل عضلة الترايسبس. اتنين،
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. آخر تمرين ممكن يعمله معانا لعضلة القطنية إن أنا هنزل بصدري ألمس أحضن رجلي بس لقدام واحد وماسك أساس المية اتنين تلاتة أربعة خمسة ست سبعة هايل أحسن تمانية تسعة عشرة. وده كان آخر التمرين معانا وبرضه هنعمل تلات مجموعات في 20 زي ما انتم شايفين مع بعض بأبسط الإمكانيات كرسي وإزازتين مية أنا ممكن أنقل الجيم بتاعي من النادي للبيت لو أنا مش قادر أنزل. وطبعا الحلقة دي موجهة لكبار السن. يا رب دايما يمتعكم بالصحة والسلامة يا رب. وكنت شرف نظرا مع كابتن محمود شيمان وفي نادي الأهلي ومع ألف سلامة مع كابتن محمود فوكس نادي الأهلي في حلقات جاية كتير إن شاء الله. مع ألف سلامة.